السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلبة والطالبات الأعزاء، طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريب اللغات والمدارس اللغات وأولياء أمورهم الكرام، المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم English for you، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم English for you. ما زلنا مع بعض في سلسلة حلقات شرح منهج Connect 5 للصف الخامس الابتدائي. وصلنا مع بعض Unit 2 Lesson 1 بعنوان سبورتس، حلينا عليها من كتاب المعاصر ومن كتاب الباهر، ودلوقتي بنحل مع بعض من كتاب جيم. يلا مع بعض نبدأ ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت ستجعل علينا كل صعب سهل بإذن الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الأسئلة اللي معانا. أول حاجة بيقول لي look and write وجايب لي صور. الهدف من الصور دي إن هو يكون يتأكد إن المين فوكابلري اللي هو الدهولي أنا حفظته وفهمته وعرفت أنواع الرياضات. مثلا أول واحد ولد ماسك كرة في إيديه وبيشوط الكرة بإيديه، يعني بيحدف الكرة بإيديه، فطبعا دي كده هتبقى رياضة إيه؟ طبعا دي كده هتبقى رياضة الهاندبول، يعني كرة اليد. طيب تاني واحد ولد بيعوم، يبقى دي رياضة السباحة. طب أنا خدت رياضة السباحة معناها إيه؟ سويمينج، يبقى واحد بيعوم يبقى سويمينج. طيب تاني واحد واقف في أوضة اللي هو الملعب، يعني بيكون مقفول كله جدران كده وكله مقفول وماسك معاه مضرب وكرة وبيلعب، يبقى دي لعبة السكواش. ونفرق بين التنس والسكواش ان السكواش بيكون في حاجة زي أوضة بحيطان مقفولة، انما التنس بيكون عادي في ملعب بقى والهواء حواليه وبيبقى الملعب مفتوح، ما بيبقاش مقفول زي السكواش كده، فدي رياضة بنسميها سكواش. طب هنا ده لابس الكاراتيه سوت، يعني لابس البدلة بتاعت الكاراتيه، فهنا دي بنسميها ايه؟ كاراتيه، اللي هي لعبة الكاراتيه. يبقى الهدف من الصور دي ان هو بس يعلمني انواع الرياضات ويبقى عارف ان انا عرفت المين فوكابلي وعرفت انواع الرياضات. يبقى اول ولد كده بنقول هاندبول يعني كرة اليد، هاندبول يعني كرة اليد. سويمينج يعني السباحة، سويمينج يعني السباحة. سكواش رياضة السكواش، سكواش رياضة السكواش. كاراتيه اللي هو لعبة الكاراتيه، كاراتيه لعبة الكاراتيه. وبفرق بين الكاراتيه والكونفو ان الكاراتيه دايما بيكون السود بتاعه ابيض، انما الكونفو بيكون السود بتاعه اسود. طيب بيقول هنا read and match، اقرأ ووصل. قلنا قبل كده مرارا وتكرارا نخلي بالنا من سؤال التوصيل، لانك لو عندك جملة غلط في التوصيل غالبا هيكون عندك جملة غلط تانية، لانك انت اخدت الاختيار بتاع جملة حطيته الجملة تانية، فنخلي بالنا جدا من السؤال ده لان الغلط فيه بيبقى مضاعف. بعمل ايه؟ بقرأ العمود A وبقرأ العمود B وقرأ الاختيارات كويس وابتدي اشوف. وبعدين لو انا بادي مثلا بسؤال فالمفروض ان انا يبقى اخره علامة استفهام، فأشوف الاختيار هنا يبقى فيه آخره علامة الاستفهام. مثلا لو أنا مثلا عندي كلمة مثلا فيها better يبقى ده أصلا superlative، يبقى أنا المفروض هنا يبقى الجملة فيها than، لأن هنا أنت إيه بتتكلم عن صفة مقارنة فالمفروض يبقى فيها than. هكذا يعني أخد لنفسي كده إشارات تفهمني إن الاختيار الصح تبقى إيه، أو أخد علامات كده تساعدني إن أنا أبقى فاهمة التريك أو فاهمة الاختيار الصح هيكون إزاي. طب يلا نجرب كده مع بعض. بيقول إيه؟ read and match. اول حاجه بيقول what sport are you good at، وطبعا ده expressions احنا خدناه. لما بحب اسال حد هو جيد في رياضه ايه او بيحب يلعب رياضه ايه بقول له what sport are you good at، يعني ما هي الرياضه اللي انت كويس فيها، فهيبتدي يقول لي بقى ان انا جيد في لعب كذا. فطبعا هنا هيقول I'm good at playing football، يعني انا جيد في لعب كره القدم. يبقى number 1 اخذت معاها C، يبقى نمبر 1 اخذت معاها سي. طيب السؤال بعد كده بيقول what are you watching، what are you watching، يعني انت بتتفرج عليه او بتشاهد ايه، فالمفروض ان هو هيقول لي انا بشاهد كذا، فهو قال اهو I'm watching an old squash match، انا بتفرج على رياضة سكواش قديمة. يبقى نمبر 2 هياخد معاها دي. طيب ونخلي بالنا يا جماعة اللي أنا بسأل بيه بجاوب بيه، يعني هنا لما قلت إيه what sport are you good at فلازم يكون حاجة من الإجابة في السؤال، فكده أنا اخترت اللي فيها good at أهي،
تمام. دي برضو ايه علامة كده اعرفها اتأكد ان انا حلل صح. هنا لما بقول what are you watching يبقى انا لما اجي اجاوب هقول watching على طول، يبقى انا برضو اخترت الحاجة اللي فيها watching زي السؤال، يبقى انا كده اتأكدت ان انا جاوبت صح. يبقى في تريكات كده ابقى عارفاها اديها لنفسي ان انا اعرف كده ان انا بيها جاوبت ايه صح. طيب السؤال بقى كده بيقول I'm very good at playing squash، عايز يقول أنا شاطر جدا في لعب رياضة السكواش. طيب طالما في كوما يبقى هيجي بعدها جملة اعتراضية، يعني جملة فيها تناقض، يعني هيقول رغم إني جيد جدا في لعب رياضة السكواش but بس أنا بقى سيء في لعب حاجة تانية. فطبعا كده برضو خدت علامة أن أنا طالما في الكوما دي يبقى أنا عارف أن هيجي but، يبقى هقول but I'm bad at playing tennis، يبقى number 3 معاها A. واخدين بالكم بنحل ازاي؟ التركات دي لازم تبقى في دماغنا واحنا بنفكر، وكل ما نكبر هتعلى معانا عشان نوصل للحل الصحيح. طيب نمبر 4 بيقول who's winning، مين بقى اللي فاز؟ يبقى طبعا لازم هيقولي على اسم الشخص اللي فاز، فطبيعي ان تبقى الاجابة فيها اسم شخص. فقال لي هنا رنيم الوليلي، يعني هي ايه اللي فازت، يبقى نمبر 4 هيكون معاها B. طيب نمبر 3 بيقول punctuate the following sentences، عايزين نحط علامات الترقيم. بيقولي let's go to the club later، وخلي بالي الجملة دي تكررت في أكتر من كتاب خارجي في البunctuate على الدرس ده. طبعا let's دي بيكون كلمة بقولها للاقتراح، لما بكون بقترح ان احنا نعمل حاجة او بقترح فكرة او كده. طيب هي عشان بديم بيها الكلام هتكون ال capital letter، و let's دي الاختصار بتاعتها، هي المفروض تكون let us. طيب اس دي اللي هي يو اس، طب انا شلت اليو تخفيفا، فالمفروض ان هو احط ايه الابوستروف بتاعه الاختصارات، فهنا حطيت ابوستروف اس عشان الاختصارات. وبعدين بكمل الجمله عادي ليتس جو تو ذا كلاب ليتر، وبحط في الاخر الفول ستوب. طيب السؤال الثاني بيقول اي لاف واتشينج كاراتيه اون تي في، يبقى هنا الاي كابيتال ليتر، لان اصلا الاي جايه في اول الكلام، والاي اصلا لو جت في اي مكان في الجمله اول الكلام اخر الكلام نص الكلام، الاي اللي هي كضمير مش كحرف، كضمير اللي هي بمعنى انا بكتبها كابيتال ليتر، دي من قواعد اللغه الانجليزيه. طيب خلاص كتبتها كابيتال ليتر بقت اي لاف واتشينج كاراتيه اون. طبعا التي في دي هي برضو اختصار لكلمه تلفزيون، فالمفروض من قواعد اللغه الانجليزيه اني بكتب التي كابيتال والفي كابيتال، فهنا كتبت التي كابيتال والفي كابيتال وبعدين حطيت الفول ستوب، يبقى اي كابيتال والتي كابيتال والفي كابيتال وبعدين حطيت الفول ستوب. طيب بيقول لي تيست يور سيلف، جايب لي امتحان. الامتحان عباره عن اول حاجه الديالوج، جايب لي هنا بيقول لي ليسن اند كومبليت، بيقول لي تنس اللي هو التنس، سبورت اللي هي الرياضه، كاراتيه اللي هي الكاراتيه، watch اللي هو يشاهد. طيب هنا بيقول what a are you good at، عايز يقول لي what sport are you good at، وخدناها قبل كده. وزي ما احنا واخدين بالنا السؤال بتاع المهارات اللي هو بيكون عايزني اطلع بيه من الدرس، بيقعد ينوع لي في الاسئله اللي بتيجي عليه، ابص الاقيه مره جايبه لي في ماتش، مره جايبه لي في بانكتويت، مره جايبه لي في كومبليت، مره جايبه لي في دايالوج، فاخلي بالي. يبقى انا خلاص عرفت ان انا لما بعوز اسال حد ايه الرياضه اللي انت كويس فيها بقول له what sport are you good at، يبقى هقول what sport are you good at، اخترت كلمة sport. طيب بعد كده بقول I'm very good at playing، عايز اقول بقى انا كويس جدا في رياضة ايه. طبعا هنا مديني التنس ومديني الكاراتيه، طب هختار تنس ولا كاراتيه، هكمل باقي المحادثة عشان اعرف ان انا هختاره ايه. بعد كده بيقول what other sports do you on TV، عايز يقول له رياضات ايه تانية انت بتتفرج عليها على التلفزيون، يبقى هنا what other sports do you watch on TV، بتشاهد ايه تانية على التلفزيون، فخد to watch. قال له I love watching كذا and kung fu. طيب هنا كنت ممكن احط تنس بس، وكنت ممكن احط فوق كاراتيه، ولكن طبعا هو بيبقى اولا بناء على الديالوج اللي انا سمعته اللي اتقال لي، بسمع الديالوج كامل وببتدي اكمل الكلمات الناقصة وبناء على الدرس اللي انا واخداه. وحاجة تانية خالص، هنا الكونغ فو دايما يجي معاها الكاراتيه، لان هما ايه نوعين من الرياضات اللي هما قريبين من بعض وقواعدهم قريبة من بعض والاختلافات بينهم قريبة، فعشان كده دايما بجيب كاراتيه and كونغ فو، فعشان كده هنا اخترت كاراتيه وهنا حطيت كلمة تنس. طيب
Number two, read and fill in the gaps with words from the list. بيقول لي اقرأ وكمل الأماكن بالكلمة المناسبة. بيقول لي yesterday I watched an old A between رنيم الوليلي and نور الشربيني. عايز أقول امبارح أنا شفت مباراة قديمة بين رنيم الوليلي ونور الشربيني. يبقى an old match يعني مباراة قديمة. طيب it was طبعا لما بقول إن المباراة دي مباراة عظيمة مباراة رائعة انا فرحت ان انا اتفرجت عليها فبقول it was great. وبعدين بيقول I love squash يعني انا بحب رياضة الاسكواش. I am good طبعا good يبقى يجي بعدها at على طول يبقى I am good at squash but I am better at هو هنا مديني رياضة واحدة بس هي التنس يبقى but I am better at tennis. طيب السؤال بعد كده سؤال الرايتنج بيقول read and reorder to make correct sentences. اقرأ واعد ترتيب الكلمات عشان تكون جملة مفيدة مرارا وتكرارا. سؤال الترتيب القواعد بتاعته عشان اعرف احله صح. مبدئيا اعرف ترجمة الجملة بعرفها ازاي من خلال حفظي للمين فوكابلري والاكسترا فوكابلري والبروبوزيشن والاكسبريشنز اللي موجودة في الدرس. فأنا لو فهمت الكلمات وارجع لفيديو الشرح هتفهم كل ده. فهمت الدرس بيتكلم عن ايه مش لازم احفظ كتابة. انت ما بتكتبش حاجة من عندك في الامتحان. انت بس مجرد ان انت بتفهم وبتفهم الترجمة وبتاخد الكلمة اللي هو مديها لك وبتحطها في المكان الفاضي او بتعلم بسطر تحتيها لو هي تشوز او كده. فبتاخد سطر تحتيها. فانت ما بتكتبش حاجة من عندك. اوكي؟ بس مبدئيا تبقى فاهم الدنيا فيها ايه. فانت تحفظ الكلمات عن طريق ان انت بتحفظها حتى اورال شفوي ان انت بس بتبقى عارف كلمه كلاب معناها نادي كلمه سبورت معناها رياضه كاراتيه يبقى رياضه الكاراتيه وهكذا. بتروح للتكست بتفهمه كويس وبتفهم الجمل بتاعته. طيب يبقى انا كده فهمت الكلمات هعرف ان انا اترجم الجمله. بعد كده ابتدي ادخل على قواعد اللغه الانجليزيه. ترتيب الجمله في اللغه الانجليزيه بيكون ازاي؟ سبجكت ثم فيرب ثم اوبجكت. يعني ببدا بالسبجكت اللي هو الفاعل ثم الفيرب اللي هو الفعل ثم الاوبجكت اللي هو المفعول وابتدي اطبق الكلام ده على الجمله اللي هو مديها لي. طيب لو هي سؤال هشوف بادئ السؤال بفعل مساعد ولا بادئ باداه استفهام. يبقى اداه استفهام بعديها الفعل المساعد بعديها تقديم الفعل على الفاعل اللي هو كان الفعل مساعد ثم الفاعل ثم الفعل الاساسي ثم تكملة الايه السؤال. هو بيساعدني ان هو بيحط لي خط تحت الكلمة اللي انا ببدأ بيها وده بيساعدني في الترتيب. طب تعالوا بقى نطبق كل الكلام اللي احنا قلناه ده. هنا مثلا بقول fun looks sailing عايز اقول الابحار يبدو ممتعا وطبعا ده expression انا خدته في التكست اللي هو مديهولي في الدرس ومش بيجيب لي اي حاجة من بره. يبقى هقول الابحار ادي الفاعل ها فين الفعل يبقى looks ها المفعول تكملت الجملة يبقى fun يبقى sailing looks fun. طيب السؤال بعد كده playing she's squash good at عايز اقول she is good at playing squash يعني هي جيدة في لعب رياضة الاسكواش. وممكن ما كانش يديني playing دي خالص فاقول she is good at squash بس هو عشان اداني playing يبقى ببدأ بايه الفعل والفاعل she is وبعدين بجيب الgood at ثم الجرنت ثم التكملة يبقى she is good at playing squash. برضو الاكسبريشن ده اخدته بالظبط في التكست يعني هو تطبيق مباشر على الجمل اللي جات لي في التكست. طيب نمبر سي بيقول good what you sport are at عايز يقول اي الرياضة انت كويس فيها. واحنا خدنا السؤال ده قبل كده في الماتش وخدناه قبل كده في الديالوج. هو لما بيعوز يخليني اتقن مهارة حاجة معينة يبتدي يكرر الاسئلة على نفس الحاجة. يبقى السؤال ده كان مهم جدا اللي هو what sport are you good at ما هي الرياضة اللي انت كويس فيها. يبقى هبدأ بعدية الاستفهام اللي هي what وبعد كده هجيب sport لان انت بتقول ما الرياضة وبعدين هقدم الفعل المساعد اللي هو تكون are وبعدين الفعل اللي هو you وبعدين بقية التكملة يبقى good at يبقى what sport are you good at. طيب number four بيقول watching karate I love kung fu and برضو الجملة دي تكررت قبل كده جابها لي في الديالوج مرة في الكمبليت مرة وجابها لي دلوقتي في الريوردر. عايز اقول ان انا احب مشاهدة الكاراتيه والكونغ فو يبقى I أنا أحب الفاعل اللي هو I الفعل اللي هو أحب love وبعدين love بيجي بعديها الجيرنت اللي هو verb plus ing يبقى أحب مشاهدة يبقى love watching وبعدين إيه بقول karate and kung fu اللي هو الكاراتيه والكونغ فو.
طيب كده احنا خلصنا مع بعض حل أسئلة كتاب جيم على يونت 2 لسن 1 بعنوان سبورتس. هتلاقوا على القناة محلول من كتاب المعاصر وكتاب الباهر، والفيديو الجاي هنحل من كتاب بيت باي بيت. عايزين كده بقى ايه؟ تشجيع، اشتراك في القناة، تفعيل للجرس عشان يوصلكوا كل اللي احنا بنقدمه. تلحقونا في الفيديوز اول باول. مجرد ما انت شاهدت الفيديو فهمت السؤال بيتحل ازاي، لو معاك الكتاب اقفل الفيديو واقعد حل تاني في الكتاب لوحدك. لقيت نفسك غلطت في حاجة إيه؟ افتح الفيديو اسمع الشرح تاني وحاول تحلها مع نفسك. الانجليش جزء كبير منه قوي عبارة عن حفظ وعبارة عن تمارين، والأسئلة بتتكرر وعبارة عن ممارسة. كل ما حلت أكتر، كل ما عرفت كلمات أكتر، كل ما عرفت أفكار أكتر، كل ما وصلت فيه. الانجليش مش مادة دراسية، إنما هو مادة حياتية هتنفعنا في المستقبل، في أي مكان هنشتغل فيه، في أي بلد هنسافر فيها، عشان نعرف نتعامل. الانجليش هو اللغة الأولى على مستوى العالم، فساعد نفسك في ان انت تتقن المادة وتكون بالنسبة لك كنوع من انواع المهارات الحياتية، تتعلم بجد مش عشان الامتحان بس. ارجو ان احنا نكون بنبسط لكم الموضوع وكنتوا بتستفادوا منه. مستنيه الكومنتس بتاعتكم، تقولوا لي انتوا محتاجين شرح ايه، محتاجين نغير ايه، محتاجين نطور ازاي. لو حد عايز اي حاجه تواصلوا معايا على قناه مناره العلم انجليش فور يو على اليوتيوب، من خلال الكوميونتي او المنتدى بتاع القناه، او من خلال قناه التليجرام مناره العلم انجليش فور يو للصف الرابع والخامس الابتدائي، او من خلال المجموعه بتاعه الفيسبوك مناره العلم انجليش فور يو للصف الرابع والخامس الابتدائي، او للصفحه بتاعه الفيسبوك مناره العلم انجليش فور يو. بنحاول ان احنا نساعدكم، بنبسط لكم كل اللي انتوا عايزينه. قناة على التليجرام فيها جميع الكتب الخارجية بتاعة اللغة الإنجليزية، تقدروا تحملوها، مش محتاجين حتى تشيلوا عبء ان انتوا تروحوا تشتروا الكتاب. الفيديوز فيها الشرح وفيها الأسئلة وفيها الصفح بتاعة الكتاب، ممكن بس مجرد ان انت تعمل سكرين على الصفح بتاعة الأسئلة وتقفل الفيديو لو انت مش معاك الكتاب وتبتدي تحل في الكشكول. بنحاول نبسط لك كل حاجة، هدفنا بس ان انت تتعلم وتتعلم صح. من فضلك ساعدنا ان القناة توصل لأكبر عدد ممكن من الطلاب عشان نفيد الجميع، والزكاة بتاعت العلم بتاعنا يتقبلها الله منا إن شاء الله، وتوصل لأكبر قدر ممكن من الناس يستفيدوا بها. شكرا على حسن الاستماع. ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش منشن لصاحبك عشان يشترك في القناة. كانت معكم منارة العلم English for you with my best wishes. Thank you and goodbye.